في الشعب التونسي، تاريخه الكل تاريخ معناها اكل الاخوه نتاع واحد يحتمي بيه ما سلموش. المرزوقي سلموا البغدادي المحمودي وقعد في الكرسي نتاعه كأن شيئا لم يكن، وبراءة الأطفال في عيني. بالنسبة لي أنا هذا واحد يسلم لاجئ فهو نذل. نذل 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 طبعا مرزوقي نذل. أي في 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 شيم أخلاقنا احنا العربية الإسلامية، إذا أنت متخبي قدام أبو في داري كلمة نذل كلمة كبيرة نذل. هذا هو الواحد مش كلمة أخرى. إذا وين أنت متخبي في داري ويجي واحد يهاجمك يلزم يضربني أنا قبل.